بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اخواني، راح اشرح لكم اليوم طريقة تنصيب الويندوز اكس بي بروفيشنال. نضع اول شيء السي دي للاكس بي في الجهاز ونشغل الجهاز. لما تطلع لنا الشاشة مثل هذه، تحت يطلع لك طريقة الدخول للبايوس. لو كان البايوس عندك احد مغيره، تروح على تضغط ديليت، او بعض الاجهزة F2 او F10 بعضها يطلع هنا الكوماند او فوق عشان تدخل على البيوس. مثل ما انت شايف هنا، هذا جهاز اخر يعطينا F2 عشان ندخل على البيوس. احنا نبغى ندخل على البيوس عشان نتأكد ان CD هو اللي يشتغل اولا في ترتيب البوت، يعني مسارات التشغيل، عشان نقدر نشغل الكمبيوتر من خلال السي دي اللي حطيناه تبع الاكس بي، ونقوم بتنصيب الويندوز. بعد ما ندخل على البيوس، نلقى تطلع لنا الشاشة قريبة من هذه. طبعا يختلف من جهاز الى جهاز، بس تقريبا قريبة. نبحث عن كلمة البوت هذه، نضغط عليها، راح يطلع عندنا خيارات. عندك هنا بوت ديفايس بريورتي، يعني أولوية التشغيل من سواء من الهارد ديسك أو من الفلوبي أو من سي دي روم. بعد كذا ندخل على الشاشة هذه ونغير البايوس. نضغط على مثلا بوت ديفايس فلوبي، نضغط عليها يطلع لنا قائمة، نختار منها السي دي روم اللي راح يكون فيرست بوت ديفايس، يعني اول جهاز يتم تشغيله مع بداية تشغيل الكمبيوتر. بعد ما نختار طبعا التشغيل الاول الفيرست بوت ديفايس من السي دي روم، نضغط اسكيب. بعد كذا راح تطلع لنا الرسالة هذه لتأكيد عملية الحفظ، نضغط اوكي. في بعض الأجهزة البايوس يختلف، يعطيك يس أو نو بدل أوكي أند كانسل، تضغط يس. بعد كذا راح تطلع لك، طبعا تطلع من البايوس ويبتدي التشغيل من السي دي. أول ما تطلع لك الرسالة هذه بريس أني كي تو بوت فروم سي دي، اضغط انتر أو أي زر في الكيبورد عشان يبتدي التشغيل من السي دي روم. بعدها راح تطلع لنا الشاشة هذه، نضغط على الخيار الأول انتر. تطلع لنا الاتفاقية، نضغط على F8 مثل ما الخيارات هنا مكتوبة تحت. F8 معناتها I agree، موافق على الاتفاقية. بعد ما يتعرف ان عندك ويندوز اكس بي راح يعطيك الشاشة هذه. طبعا اذا تحب تنصب ويندوز جديد تضغط على انتر. اذا تحب تسوي بارتيشن جديد على الهارد ديسك تضغط سي، بعدين تدخل في خطوات تحديد كل حجم كل بارتيشن. ولو عندك اصلا بارتيشن تحب تحذفه تضغط على حرف الدي. هنا طبعا ما عندنا بارتيشن، الكمبيوتر او الهارد ديسك لسه مكتوب عندنا هنا ان بارتيشند سبيس. طبعا هذا بس شيء تشبيهي مماثل للواقع. طبعا نضغط على انتر لتنصيب ويندوز جديد. طبعا تظهر لنا الشاشه هذه، نختار بالنسبه للهارد ديسك. الهارد ديسكات الموجوده الان بالسوق اغلبها احجامها كبيره من 80 جيجا وطالع، فالافضل نختار لها الخيار الثالث اللي هو format the partition using the NTFS file system، ونضغط مثل ما هو واضح تحت enter to continue. راح يبتدي الان الجهاز يفرمت الهارد ديسك او البارتيشن. لو انت كنت عامل بارتيشن تنتظر شوي. بعدها راح يطلع لك هنا ان الويندوز يعمل كوبي للملفات الضرورية
تنصيب الويندوز اكس بي. بعدها تطلع الشاشة هذه شاشة عادية للريستارت، اما انت تنتظر تقريبا 14 ثانية للكمبيوتر يعمل ريستارت، او انت تضغط على انتر مثل ما هو واضح تحت هنا. بعد التشغيل راح تطلع لنا شاشة الويندوز اكس بي، وبعدها تظهر شاشة تنصيب الويندوز اكس بي مثل ما هو واضح هنا، مدة تنصيب 39 دقيقة، وطبعا يعتمد على سرعة جهازك، كل ما صارت سرعة اكثر يقل وقت التنصيب. بعدها تظهر لك الشاشة هذه، بعدها راح تطلع لك الشاشة هذه فيها الخيارات الإقليمية واللغات، تضغط على Next. الشاشة هذه تكتب فيها اسمك أو أي اسم للمستخدم، مثلا User، وهنا Organization، المكتب مثلا Office أو Home. بعدين تضغط على Next. راح يطلب منك Serial Number، تحط Serial Number هنا في الخمس مربعات هذه، تضغط Next. هنا اسم الكمبيوتر هو تلقائي يعطيك اسم للكمبيوتر، او تحط اسم من عندك لو حبيت تسميه باسمك مثلا، وهذا يعني مش خيار مهم جدا. هنا الخانتين خليهم لا تكتب فيهم شيء، ممكن ترجع للخيار هذا او للادمنستريتر باسورد، لو حطيتها الان ما تقدر لو نسيتها انك تصلح جهازك عن طريق السيف مود او الدخول الامن، فخليهم ممكن ينفعون في المستقبل في حال حدوث مشكلة في الويندوز. تدخل على السيف مود بالضغط على F8 من بداية التشغيل، وفي الدخول الويندوز اللوجن تلقى عندك غير اسمك، تلقى اسم administrator، تضغط عليه بدون باسورد، بس لو حطيت باسورد ونسيته هنا مشكلة، ما تقدر تستفيد من الدخول الامن على الادمنستريتر لتصليح الجهاز. بعدها يطلع لك الشاشة هذه فيها اختيار الوقت الاقليم اللي انت فيه والفرق عن الجي ام تي الجرينتش تايم، تختار البلد مثلا كويت او بحرين او سعودي اريبيا. بعدها تضغط على نيكست. من الشاشة هذه لا تغير اي شيء، خليها على تيبكال سيتينجز، وبعدين اضغط نيكست. بعدها تطلع لك الشاشة هذه، ومثل ما انت شايف هنا باقي من الوقت 9 دقائق، قريب يعني ننتهي من عملية تنصيب الويندوز، والآن راح يشتغل عندك الويندوز. وإلى هنا انتهينا من عملية التنصيب، وإن شاء الله في المقطع الجاي راح أشرح عملية إعدادات الويندوز بعد تنصيبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.